في حال كنت بتعاني من مشاكل في الويندوز 11 ونفسك تفرمت وتنزل نسخة ويندوز فريش، تعال احكي لك كيف تفرمت بدون ما تفرمت. زي ما سمعت. لكن اول شيء بدي احكي لك عن موقع كيس فان اللي بقدم لك مفاتيح تفعيل للويندوز والاوفيس وكل البرامج والالعاب اللي بتحتاجها باسعار جدا مخفضة بمناسبة السنة الجديدة. خذ الكود المناسب، اكبس شراء على المنتج اللي بدك اياه، ضيف المنتج لسلة الشراء، الصق الكوبون اللي اخذته من الصفحة الرئيسية، عبي بياناتك كاملة بشكل صحيح، اختار طريقة الدفع، اول خيار للباي بال، ثاني خيار للبطاقة، ادفع واستلم الكود. نرجع لفيديو اليوم. اول شيء احنا محتاجين نفوت على اعدادات الويندوز، ادخل على سيستم النظام، ريكفري استرداد، بعدين راح تشوف خيار اسمه Fix Problems Using Windows Update، إصلاح المشاكل باستخدام Windows Update. لما تعمل إعادة تثبيت راح يحكي لك سنصلح المكونات وملفات النظام، في حال توفر إصلاح سنحاول إصلاح تلف مكون النظام عن طريق إعادة تثبيت الإصدار الحالي من ويندوز. سيتم الاحتفاظ بتطبيقاتك ومستنداتك وإعداداتك. الرجاء تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك قيد التشغيل ومتصل بالشبكة وموصل بمصدر طاقة. بعد التثبيت سنعلمك بالوقت المناسب لإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر لإكمال عملية الإصلاح. هون حكى لي لم يتم العثور على إصلاح إصدار ويندوز، إما لأنه ما في مشاكل عندي أو إما لأنه معي إصدار ويندوز تجريبي اللي هو ويندوز 11 24H2 النسخة التجريبية. إذا كنت حاب تعرف كيف تنزله راح كنت أترك لك رابط الفيديو اللي حكيت فيه عن الموضوع تحت. على كل حال أنت بتستنى عليه لحد ما يخلص ويثبت الملفات واعمل ريستارت وإن شاء الله بتنحل أمورك والويندوز بيرجع وكالة. لهون يا جماعة الخير أنا بكون انتهيت. لا تنسى اللايك لو عجبك الفيديو أفادك، لا تنسى الديسلايك لو ما عجبك وما أفادك وشفتوا إنه ما في منه فايدة. بشوفكم بفيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.